ربما في نفس السياق، في ظل نظام عالمي يحكمه علاقات كانت وربما لا زالت تبنى على أسس مصالح دول نفوذ. أي معنى لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره؟ بالتأكيد تونس دولة صغيرة، سواء من حيث عدد السكان أو من حيث الموارد الطبيعية، عندناش نفط وغاز بكميات كبيرة، وهي منذ الاستقلال كانت أقرب إلى المجال الحيوي الأمريكي الغربي من مثلا الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية الشيوعية. لا يمكن خداع المشاهد ومستمع من تونس بالمعزل عن التأثير الخارجي. لا، ثم سياسة أمريكية واضحة تجاه العالم العربي دولة دولة. يبدو أن تونس اختيرت كمخبر متقدم لهذه التجارب، تجربة التعاون مع الإسلام السياسي ووصول الحكم القبول به والتعاون معه، خاصة فيما يتعلق بسياسة واشنطن. بالتالي توضع استراتيجية في هذه المنطقة، في الشرق الأوسط أو في المغرب العربي، في هذا الاتجاه. يعني بالتأكيد أن تونس دولة منفتحة على قوى خارجية تؤثر فيها. كنا يعني تقليديا ثم تأثير معين أمريكي وفرنسي لأسباب أيضا للمساعدات إلى آخره ولتقديم القروض، والآن عندنا تأثير جديد يأتينا من السعودية ومن قطر، وتأثير للأسف سلبي رغم ادعائهم بأن ينشر الإسلام في تونس. لا، أنا أعتقد أنه ثم النقل نسيج اجتماعي وقبلي شديد التخلف، باعتبار الشباب هذه المنطقة نفسها في الجزيرة العربية يتحدث أنهم منبهرين بالنموذج التونسي، فكيف يعني بعض شبابنا ينبهروا بنموذجهم هم؟ لأنه قاموا باستثمارات كبيرة ليس لبناء مصانع في تونس، لبناء سيارة تونسية ولاستثمارات اقتصادية، وإنما في نشر منظومة أفكار بخاصة الوهابية، بمعنى أنه يريدون أن يعيدوا تونس إلى العصر الحجري، يريدون أن يضعوا مكتسبات حدثت في تونس محل تساؤل. المرأة لا تقود السيارة في السعودية، إذن المرأة يجب أن لا تقود السيارة في تونس. المرأة تقود الطائرة في تونس، تقود الباخرة في تونس، هي رياضية تشارك في الألعاب الأولمبية إلى آخره. هم شباب يريدون أن يصبحوا مثل تونس، نحن أو بعض فئاتنا للأسف بالعكس. ثم غزو مالي إعلامي لضرب قيم الثورة التونسية، لضرب قيم شغل حرية كرامة وطنية، لأنه ثم مخاوف حقيقية في هذه البلدان من التجربة التونسية، لأنه شبابهم متأثرين بالتجربة التونسية، فيحدث رد فعل عكسي. يعني في تونس تبنينا قضية الشاعر القطري محمد بن ذيب العجمي وقناة التونسية انتشر عالميا، يعني نحن من تبنينا هذه القضية، فيما بعد يعني فرانس 24 والبي بي سي وحتى وزارة الخارجية الفرنسية. لماذا؟ لأننا عندنا إعلام حر، عندنا مساحة من القضية الغير متوفرة عندهم، فقدمنا هذه الرسالة. محمد بن ذيب العجمي كشاعر قطري أبدأ انبهاره بالشعب التونسي، أبدأ انبهاره بالثورة التونسية، أبدأ انبهاره بالقيم التونسية، وسخر من قيم أمراء قطر والخليج، سخر منهم، هاجمهم، هاجهم باللغة الشعرية الفصحى القديمة ومنوها بالثورة التونسية. ماذا حدث؟ يتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن المؤبد، وهذا يعني ضد أي شيء من الديمقراطية وحقوق الإنسان. كيف لديكتاتوريات بهذا الشكل لم تعرف صناديق الانتخاب إلا في التلفزيون أن تأتي وترسل أموال وشيوخ لتونس ليعلمون ماذا ديمقراطية أو يعلمون الإسلام؟ هذا شيء مستحيل، لأن هذه المناطق تعاني هي نفسها من غياب كلي لكل أشكال التعبير الحر والديمقراطية. ثم حتى مسألة إسلامها مطروحة على النقاش، هي أنظمة أسستها وزارة المستعمرة الشرقية البريطانية، هي أنظمة ملكية بالتالي معادية لجوهر الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لم يكونوا لا ملوكا ولا أولياء عهد، وإنما هي بدعة في الإسلام، بالتالي نحن أقرب الإسلام. ثم هذه أنظمة كما قلنا بناها الاستعمار البريطاني، في حين أن مثلا منطقة كما تونس تحررت من الجهاد بالكفاح المسلح، من الدغباجي البشير بن زديرة، المصباح الجربوع، العلي خليفة بن عسكر،
فعندنا رموز وطنية حاربت الاستعمار مثل رموز في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا عمر المختار وغيره، فحررنا هذه المنطقة. الإسلام الصوفي الزيتوني المالكي السني حرر منطقة المغرب العربي. هواري بمدي كان يدرس في الزيتونة هنا في تونس، والنخب الذين قادوا الثورة الجزائرية كانوا يدرسون في الزيتونة. فكيف لإسلام الملوك والأمراء والقواعد العسكرية الأجنبية ومستر هانفر أن يغزونا ويعلمنا الإسلام؟ بالتالي نحن عندنا رغم أنه ما عندناش بترول ما عندناش غاز، لكن عندنا رسالة كبيرة جدا وهي نشر الإسلام الصحيح كما نراه، إسلام النقي، إسلام التاريخي، إسلام المجاهدين في هذه المناطق، ثم نشر الديمقراطية في هذه المناطق. هم لأن ما عندهم أموال وعندهم غاز وعندهم نفط يريدون أن يحدثوا غزو ضربة وقائية في تونس، لأنه عندهم هذه الإمكانيات المالية الهائلة، شراء شيوخ، شراء ذمم إلى آخره، مرعوبين من الثورة التونسية وقيامها. شبابهم، شباب الخليج العربي والجزيرة العربية متأثر بشكل كبير بالثورة التونسية وبقيامها، فماذا يفعلون؟ يقومون بغزو مضاد، بضربة وقائية، يهاجموننا في عقر دارنا عبر أموال كثيرة وشيوخ المرتزقة. لماذا؟ لتدمير هذه المكتسبات التي حدثت في تونس، ولتدمير التجربة الديمقراطية التونسية لأنها تهدد عروشها.